سني 29 سنه. بدات لعب الجوجلنج عامه او العاب السيرك من حوالي 5 سنين. اتدربت تحت ايد لاعب سيرك قومي كبير، هو ساعدني مساعده قويه جدا ان انا اقدر اوصل للمستوى دون. بلعب العاب كتير جدا زي يونيسايكل، جوجلنج، جابلو، سبيننج، العاب كتير يعني من داخل السيرك القومي. وكان برفقه طبعا محمد كراشي صاحبي برده كان بيتعلم معايا. قررت ان انا العب الالعاب دي لانها نادره، طول ما الشيء نادر طول ما هو قوي قدام الناس ومظهره افضل طبعا قدام الناس. سعيد جدا جدا اما بشوف السعاده في وسط بعض الجمهور او الجيست اللي بيتفرج عليا، بسمع تسقيفهم، شعور قوي جدا يعني، شعور قوي جدا طبعا، وبحس بالنجاح افضل وببقى عايز اطلع اقوى ما عندي ان انا فعلا اقدر اساعدهم بجد. اهلي صراحه موقفهم مش لذيذ لاني انا معايا بكالوريوس تجاره انجلش. إيه طب ده مش مجالك؟ لا طب اشتغل بوظيفتك، طب انت هيجي لك وظيفه في بنك، طبيب. بس انا مش غاوي، طول عمري مش غاوي الاكاونتنج او المحاسبات او الكلام دون. فقررت اكون العب الالعاب اللي انا بحبها او الشيء اللي انا ميال ليه لان انا هبدع فيه اكتر. اتمنى ان لعبنا ان شاء الله ولعب الناس بجد اللي بتلعب من قلبها بجد، مش باصه للماده يعني، مش واخداها كموضوع مادي. بتمنى ان احنا فعلا بجد ان الشهر وناس كتير تعرفنا، مش عشان خاطر الشهرة او اي شيء مادي او اي شيء من دول، لا بغض النظر عن كل الكلام دول، احنا عايزين فعلا فننا يوصل للناس والناس فعلا تستقبل الفن دول ونقدر نساعدهم.